في إطار زيارته الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية، قام السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة. هذه الزيارة تأتي في سياق حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على الوقوف أمام درجة الجاهزية العملياتية لوحداتنا المرابطة بهذه الناحية الهامة، وكذا معاينة الظروف المهنية والمعيشية للأفراد المرابطين بأقصى حدودنا الجنوبية. بعد مراسم الاستقبال وبمدخل مقر قيادة الناحية، وقف سيد الفريق أول رفقة اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة وقفة ترحم على روح المجاهد المرحوم هباوي الوافي الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلى فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار. إثر ذلك التقى السيد الفريق أول بإطارات وأفراد الناحية، حين ألقى كلمة توجيهية ذكر من خلالها بالأهمية القصوى التي تكتسيها الناحية العسكرية السادسة بالنظر لموقعها الاستراتيجي البالغ الحساسية، مشيدا بالنتائج الهامة المحققة في الميدان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها عبر إقليم الناحية العسكرية السادسة على غرار باقي النواحي العسكرية، والتي سمحت بالتصدي بطريقة صارمة لهذه الآفات الخطيرة. كما تابع السيد الفريق أول عرضا شاملا حول الوضع الأمني في الناحية قدمه اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة، حيث اغتنم سيد الفريق أول هذه المناسبة لإسداء جملة من التعليمات وتوجيهات التي تصب في مجملها حول ضرورة التحلي بمزيد من الحيطة والحذر ومضاعفة الجهود في سبيل المساهمة في تجسيد الهدف الأسمى للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتمثل في تعميم نعمة الأمن والأمان على جميع ربوع الوطن وتمكين شعبنا من العيش في كنف الراحة التامة والاطمئنان الكامل.